مهما كانت الكلف كبيرة ومهما عانت جيوب البسطاء في ليبيا من القلة، فالعيد وأضحيته ستكون حاضرة وبقوة في كل بيت كما في كل عام. فهذا عيد مبارك به يتمنى الليبيون أن يصلوا إلى رضا ربهم، وأن يكون العيد الأخير الذي يتواجد شرار الخلق على تراب بلادهم. يتمناه الليبيون أن يكون عيد الأضحى المبارك بداية نهاية الظالمين الذين أشبعوا جسد البلاد بالجراح والألام وأدخلوا كل المرتزقة إليها. لا يتخيل أحد من ليبيا ألا يحتفل الليبيون بعيد رباني تكون من أبرز طقوسه نحر أضحية لوجه الله تعالى، مهما شحت السيولة بأيديهم ومهما بلغ الجشعون بأسعارها أو بالغ بأسعارها. سيأتي هذا العيد وسيضحي كل بيت، وستفتح أبواب الخير على من يعاني العسرة. فهذه أيام التكافل، مهما حاول المرتزقة والطغاة مسحها وتجويع البسطاء فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وإنا نقول لهم، ليبيا لن تغفر لكل الظالمين، والتاريخ شاهد والأيام دول، وهذه مسألة وقت فقط. يعود عيد الأضحى المبارك على ليبيا، وما زال ضنك العيش منتشرا، والبلاد متشظية وتعاني جيوب الساكنين من قلة المال. بيد أن كل هذه الأمور الصعبة لا تلغي قدسية هذا اليوم والبحث عن مصدر لشراء أضحية تقربا إلى الله تعالى، فهو وحده القادر فوق عباده على أن يخرجهم من كل هذه المعاناة التي طالت كثيرا وطويلا ويعاني منها البسطاء جميعا. أيام معدودات، ويبدأ التكبير الله أكبر. وفي هذه الأيام يبدأ الليبيون يعدون العدة، منهم من استطاع واشترى، ومنهم من ينتظر. وعلى الجانب الآخر تفتح العديد من أبواب الخير لتقديم الأضحيات لمن لم يستطع إليها سبيلا، وفي المحصلة النهائية يفرح الليبيون بعيد رباني ويطلبون من خالقهم أن يأتي العيد القادم وقد انتهى زمن شرار الخلق الذين حولوا ليبيا إلى جورعة ومال سائب داشر. معاناة من أوضاع اقتصادية صعبة، ومعها يظهر ارتفاع أسعار الأضاحي الذي لا يعرف سببه ولا يراعي حال جيوب الليبيين ولا اختلاف أوضاعهم الاجتماعية. وفوق كل ذلك لم تكلف الدولة نفسها أن توفر لهم من مال ليبيا ما يخفف الوطأة عليهم ويجعل عيدهم ممتعا جدا. على أي حال، لا يردد الليبيون عبارة عيد بأي حال عدت، ولكنهم يحاربون ويقاتلون من أجل أن يعطوا هذه المناسبة حقها وزيادة. فهي مناسبة ليست كبقية المناسبات، فبها يعود الفرح برضا رباني، وهذا يرفع معنوياتهم كثيرا جدا. تطوي الحياة أيامها حاملة البؤس والشقاء للليبيين حتى اللحظة، لكن لسان حالهم يقول: نحن على الدروب ننتظر، وعلى الطريق ابتسامات لا تموت وستزدهر وستزهر يوما يرونه قريبا جدا، وسيغادر شرار الخلق والمسؤولون الذين أشبعوا جسد البلاد بالجراح. متى سيغادر شرار الخلق ليبيا؟ سادتي الكرام، أهلا بكم على امتداد الوطن الكبير ليبيا إلى حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي الرأي رأيك، والذي نفتح به اليوم قضية الوضع الاقتصادي للمواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على ليبيا والعالم أجمع، وقد دفنت ليبيا كل الظالمين والطغاة الذين أوصلوها إلى ما وصلت إليه اليوم. أهلا بكم من جديد سادتي الكرام في حلقتنا لهذا اليوم، وسؤالنا:
هل يملك الليبيون سيولة نقدية لعيد الأضحى المبارك؟ وهل أسعار أو أسعار أضاحي العيد مرتفعة أم أنها بمتناول اليد الجميع؟ وهل سيتمكن المواطن الليبي في هذا العام من شراء أضحية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟ حتى وإن تمكن من شراء الأضحية، هل سيستطيع المواطن الليبي أن يتدبر قوت يومه وأطفاله ما بعد عيد الأضحى المبارك؟ والجميع يعرف بأن الليبيون والمسلمون بصفة عامة تعز عليهم هذه المناسبة الدينية الربانية بإقامتها وبإقامة النحر، ويعني المواطن سيدفع ما وراءه وما أمامه حتى يضحي حتى لكي، ولكن لا يحسب ما بعد العيد، هل كم سيتبقى معه؟ هل عملت الحكومات في ليبيا على توفير السيولة النقدية التي يحتاجها وتسد حاجة المواطنين في هذا العيد وسيتبقى معهم ما بعد العيد؟ كل هذه الأسئلة لا يجاوب عليها أحد سوى أنتم سادتي الكرام، وطرق الإجابة والمشاركة معي على الهواء مباشرة، رقم هاتف البرنامج الموجود على الواتساب والظاهر الآن أسفل الشاشة، تقدروا تتواصلوا معنا إذا كانت الاتصالات والإنترنت في مستوى جيد لديكم، أو بالمشاركة على صفحة البرنامج باسم الراي رايك، تقدروا تتصلوا بنا الآن بهذا الاسم زي ما أنتم شايفين موجودة على الفيسبوك، فيها مجموعة من الأسئلة واللي تقدروا تشاركوا معنا بتعليقات. دعونا نذهب بعد هذا التقرير سادتي الكرام إلى مدينة ليبيا، أجرينا فيها استطلاع رأي وسألنا المواطنين، دعونا نسمع مع بعض ونعود لكم. أنا مواطن جاي نسحب في 1000 جنيه والعيد ب 1200 جنيه، بالله ال 1200 جنيه ال 1000 شرب نديرا، يا نواب يا مسؤولين بحثوا في المواطنين اللي تعبانين قاعدين، والله شد حويل المتقاعدين اللي ياخذوا ب 450 جنيه ايش يجيبن؟ بالله عليكم ايش يجيبن؟ في ظل ظروف المواطن في الوقت الحالي لا يستطيع توفير حق الأضحية، لأن الأضحية سعرها بقى غالي يعني في المناطق كلها وفي الواحات، يعني الأضحية ب 1700 جنيه ما فيش مواطن هو توه يقدر يعني ياخذ أضحية، صعب شوية. لا تقريبا صعب شوية بصراحة السنة، وتقريبا زادت على أسوأ من السنة اللي فاتت، سعر الأضاحي مرتفع في تأخر، احنا من شهر واحد وحاليا في شهر سبعة السيولة جت 3 مرات، مثال المصرف الواحدة 1000 دينار تعتبر قيمة بسيطة مقارنة بسعر الأضحية، فأنا من وجهة نظري نشوف فيها صعبة شوية في ظل الظروف الاقتصادية، تردي الأحوال الاقتصادية والظروف اللي مر بها المواطن. بصدق وبكل صراحة احنا شفنا ناس، ومن خلال الوضع في المجتمع أكثر الناس كانت تقول أن احتمال السنة ما يعيدوش، احتمال السنة ما يعيدوش، الجملة هذه مش غريبة علينا سادتي الكرام، بل هي قديمة وأصبحت تعاد، ولكن للأسوأ كل سنة أعداد الليبيين اللي ما يعيدوش يعني تكون أكثر من السنة اللي قبلها وهكذا. عندي مجموعة من التعليقات ردا على سؤالنا، هل سيتمكن المواطن الليبي من شراء الأضحية هذا العام في ظل الظروف الاقتصادية؟ لدي فتاة من الريف تقول أنا مواطنة من الكفرة لا أستطيع شراء أضحية. على الراحلين سلاما يقول حسب الواقع لا، والأسباب معروفة، لكن فيه رب كريم زرع في قلوب الناس الود والرحمة في الأيام العشرة المباركة وحيساعده الناس المحتاجة. سالم الطاهر يقول أنا كمواطن من وادي عتبة في ظل هذه الظروف غياب تام للسيولة أرى يعني قليل من سيستطيع شراء الأضحية وبسبب غلاء الأسعار، ولكن ما نقول إلا الحمد لله على كل حال. شكرا جزيلا ليبيا روح الوطن والرأي رأيك، شكرا لك. بشير يقول لا معش نحلمه بيه العيد، إذا كان المعاشات ما نزلوش من رمضان لعند توا والمعاشات ضعيفة والله المستعان، مش عارف كان العيد أول مرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هكذا الآية بالشكل الصحيح، يجب الانتباه عند كتابة كلمات الله عز وجل.
يجب أن نتأكد قبل كتابتها. فالآية الصحيحة تقول لا أعرف اسم الحساب ولكن حسن محمد. طيب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أولا. ثانيا، دين الله لا يكلف الناس اللي ما عندهاش، مش ضروري. ثالثا، كل الناس اللي تخاف ربي حيساعد الناس اللي ما عندهاش. الواثقة بالله تقول ربي يفرج على المواطن ويكون في عونه ويرزقه. تحياتي لكم. لطفي حمزة يقول في أشياء مقدسة للليبيين لا يمكن التنازل عنها أو نقاشها أو المساس بها، ومنها خروف العيد. يعني العائلة الليبية في كل ما يتعلق بكبش العيد مستعدة تبيع إحدى المدخرات لديها من ذهب أو أي شيء لشراء الأضحية. ليس بالضرورة دليل على التدين، ولكن أو الدين يعني يقصد، ولكن تجنبا لكلام الناس وعلى سبيل العادة لا أكثر ولا أقل. السبهوية تقول أقسم بالله المفروض الدولة تساعد الناس وربي في عونهم. ياسمين تقول سرقة بس، وكل واحد يعيد بمرتبه وبالزايد عبدة المال. محمد الحداد يقول ربي يفرج على البلاد والعباد. علي الشريف يقول بيش ننفخ النار وربي يفرج على العباد والبلاد. تعليق آخر يقول مع سقف المرتب، تقصد مع سقف السحب في المصارف، لا أعتقد بأن المواطن الليبي سيستطيع شراء أضحية. عبد السلام الطويل يقول ربما وربما لا، والأغلبية ستكون لا. كيف تريدهم أن يضحون وهم اقتصروا على أبسط حقوقهم من حكام نهبوا حقهم ورزقهم وجعلوهم كالمتسولين في بلادهم؟ أذهب إلى بنغازي وأستقبل اتصال من هناك. معي سالمة. السلام عليكم يا سالمة. مرحبتين، كيف حالك؟ أهلا وسهلا بك، مرحبا بك سالمة. هل يستطيع المواطن الليبي هذا العام شراء أضحية؟ لا والله ما يستطيع. نحن ضمان، والضمان هذا على الضمان، حتى مصروف الشهر ما يسد يا بل الضحية. وهل العام هذا بس ولا حتى الأعوام اللي فاتت واجهتي نفس المشكلة يا سالمة؟ يا ريت تسمعيني من التليفون. نعم اختي سالمة، يا ريت تسمعيني من الهاتف. المفروض الحكومه تدهن حتى للضمان والرواتب الصغيره هذه. يا ريت تبتعدي عن التلفزيون عشان نقدر نسمعك اختي سالمة. يا ريت تسمعيني من التليفون. ايوه وين حاضر. قلت لك اختي سالمة، هل هذه يعني العيد هذا بس ولا حتى الاعياد اللي فاتت ما تمكنتيش من شراء اضحيه؟ ايوه حرام، يعني المراتب الصغيره هذه في يصرفوا على حوشهم ولا يجيبوا ضحيه ولا ايش؟ اضحيه ولا شو نديرهم؟ الناس تعبت والله. وجهي كلمه للمسؤولين سالمة. نعم؟ وجهي كلمه للمسؤولين، شن حابه تقولي لهم؟ المسؤولين يبعثوا للرواتب الصغيره، الضمان واللي ياخذ الف واللي الف وشويه، هذول كلهم يبعثوا لهم. الناس حتى الحياة صعبة، الفلوس هذه ما تسدش حتى نص شهر. بالفعل بالفعل. كان الله في عونك. إن شاء الله خير. كان الله في عونك أختي سالمة، والليبيين الطيبين إن شاء الله حيوقفوا معاك وحيساعدوك وحيقدموا لك أضحية هذا العيد يا رب يا كريم. شكرا لك من جديد أختي سالمة من بنغازي. سالتي الكرام، هذا اتصال على سبيل المثال، مواطنة ليبية في بنغازي مرتبها مرتب ضمان لا أعرف كم قيمته، ولكن لربما لا يتعدى 450 دينار على ما أعتقد، لا يكفي أو لا يكفي لشراء أضحية وطنية زي ما يحبوا الليبيين توصل للألف وألف ومئتين دينار. والله يعلم بظروف سالمة، ولكن نعرف أن فيه مؤسسات خيرية، في ناس ربي مبارك في رزقها تحب تساعد الناس. وإن شاء الله يا رب هالعيد يعيدوا كل الليبيين، ويكون العيد يعني اللي يكون بداية على ليبيا والليبيين أنهم يعيشوا في الرخاء وفي الراحة وفي راحة البال وفي الاستقرار وفي الأمن اللي هم
يطمحوا له مع كل مناسبة دينية. أرجع لي التعليقات. لدي محمد جبريل يقول: ربي يفرج على المواطن. لدي تعليق آخر يقول: فيه اللي يقدر وفيه اللي لا ما يقدرش، وربي يفرج على الشعب الليبي. فتحي يقول: إن شاء الله ربي يفرج على أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم أمين، صلوا على رسول الله. زكريا جبريل يقول: المواطن الليبي بين نارين، نار غلاء أسعار أضاحي العيد ونار قلة السيولة النقدية بجميع المصارف والأزمة الاقتصادية في كافة البلاد، لله المشتكى. سارة تقول: لا مش حيستطيع. ضياء يقول: غصب عنهم سيشترون بأي طريقة، وخاصة نحن هنا في الجنوب ما يقدروش اللي بيجين، نحن صعب حد يلقى جارة معيد وهو لا. لا ما فيش معاشات والسيولة كلها ماشية للمرتزقة السوريين اللي جابهم السراج. تبيني نشري خروف، هو يقصد أنه بعد ما يذبح الخروف وين بنخليه، والتريك الكهرباء مقطوعة والضي دي مهارب، على قول جداي سالمة بلاش منها التعييدة وخلاص. القليل واللي قادر هو من يستطيع شراء أضحية. خديجة فرج تقول: مش لازم يعيد المواطن، مش لازم يعيد، يعيدوا المسؤولين بس وهذا يكفي. مفتاح يقول: في حلول بالتقسيط وفي خرفان أسباني في حدود 850. أنا متذكر الأسباني زمان كان يعني ينزل على ليبيا ب 300 و 350 دينار، والليبيين عايفين منه يعني ما يبوش. وصل مع فرق العملة بالتأكيد حجة كل التجار. الأسباني ما شاء الله 850 دينار. عيسى يقول: الموضوع موقف على الصديق الكبير، يا يوفر لنا سيولة في المصارف يا ما يوفرش. تايجر يقول: لا أعتقد. نبيل بن أحمد يقول: ربك كريم، الاستغلال واجد في بيع الأضاحي، يوصل السعر في وادي الحياة من 1300 دينار إلى 1850 دينار للخروف. نعم الناس تعبت ويأست وملت سادتي الكرام، ولكن ما باليد حيلة. للي حاب أن يشاركني الآن على الهواء مباشرة زي ما شاركتنا أختنا سالمة وجاوبتنا وقالت أنا مرتب ضمان ما نقدرش أني نعيد السنة، تقدروا تشاركوا معنا أنتوا أيضا من خلال الواتساب اللي ظاهر الآن أسفل الشاشة. تقدروا تبعثوا برسالة نصية أو تتصلوا على الواتساب وتكونوا معي على الهواء مباشرة. خط الاتصال في انتظار استقبال مكالماتكم. دعوني أذهب إلى استطلاع رأي آخر من مدينة ليبية أخرى ونعود لكم من جديد. الحقيقة طبعا في ارتفاع في أسعار الأضاحي، ارتفاع مشهود وملحوظ لها أسباب كثيرة. طبعا واحد منها الوضع الأمني، لو كان في حركة من انسيابية أو بينية بين المناطق الشرقية والمناطق الغربية والجنوبية هذه واحدة من الأسباب. كذلك تأخر المرتبات ولما تجي تناقش المربين كذلك ارتفاع في أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وغيرها مستلزمات الإنتاج. لا يستطيع المواطن شراء الضحية نتيجة الارتفاع أسعار الضحي، وأسعاره وصلت من 1500 إلى 2000 دينار سعر الضحية الواحد، ومرتب المواطن لا يزيد عن 600-700 دينار، مع نقص السيولة، مع ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والمستلزمات والاحتياجات الضرورية للمواطن. ولذلك المواطن في وضع صعب جدا نتيجة الظروف الاقتصادية اللي تمر بها البلاد، وارتفاع الأسعار في الأضاحي، وارتفاع الأسعار حتى في المواد الغذائية والمستلزمات الأخرى اللي تخص المواطن والأسرة بصفة عامة. ولذلك المواطن وقع بين فكي رحى، بين ارتفاع الأسعار وتأخر المرتبات ونقص السيولة، كل ذلك أدى إلى أن المواطن قد يلجأ إلى عدم التضحية نهائيا. طبعا المواطن في حيرة من الأضحية، وطبعا رغم أن السيولة معدومة، الناس فاتت عليها فترة طويلة لم تتحصل على سيولة من المصارف، خاصة منطقة بلولين.
يعانوا الناس المحتاجه والناس اللي عندهم امكانيات محدوده والناس الفقراء والناس اليتامى والارامل كلهم يعانوا، واحتمال انهم بعض الناس ما تشتريش عيد. لهذه الاسباب نناشد الناس المسؤوله بالاسراع في توفير السيوله حتى المواطن يتمكن من شراء الأضحية أو العيد، باعتبار أن السوق غالي يفوق الألف دينار، وهذه مشكلة يعانوا منها كل المواطنين في ليبيا وليس المواطنين في بني وليد. ليس بني وليد وحدها، بل كافة المدن الليبية تعاني من ارتفاع الأسعار. سادتي الكرام، أذهب إلى درنا وأستقبل نوري من هناك. نوري، السلام عليكم. نوري، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا مرحبا بك يا سيد نوري، هل تستطيع هذا العام شراء أضحية؟ عشق باكة عادوا خدوث الحوالي أهلين من الكيدين، طبعا مش هنكفوا فيها. نعم يا نوري. بصراحة لا أستطيع شراء أضحية هذا العام، ما أقدر تشتريه. طيب السنة اللي فاتت قدرت تشري ولا لا؟ طبعا بمساعدة الأصدقاء. لكن السنة صعب. أمتى آخر مرة هل تتقاضى في مرتب يا نوري؟ هل لديك راتب من الدولة أو تعمل في 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 مؤسسة؟ وأمتى آخر مرة نزل راتبك؟ عندي شهر 5 نزل. من شهر 5. نعم نعم. طيب. قطاع الإعلام. طيب كيف؟ شهر 5 نهاية آخر المنزل. طيب شن تقول يا نوري للمسؤولين اللي وصلوك لهالحال، اللي أنت مانكش قادر أنك تضحي هذا العام وما عندكش الإمكانية، الله غالب يعني على 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 أمرك، شن حاب توصل لهم رسالة؟ ليش ما نقول؟ لا، انصح على ان يكسرون السيوله فيها بس. هذا اقصى حلم، انهم يوفروا لك السيوله وانك تاخذ راتبك. من جاي رسالة وصل لهم يوفروا السيوله فيه. نعم. كان الله في عونك يا نوري. ان شاء الله. كان الله في عونك وكل عام وانت بخير، وان شاء الله يا ربي هالعيد يمر عليك وانت في استطاعه انك تقدر تضحي، سواء بمساعده الاصدقاء او من اهل الخير والخيرين، او حتى ان شاء الله يا ربي تتوفر السيوله وينزلوا رواتبك اللي هم من شهر 5 ما نزلوش، ونحن الان بتاريخ 21/7. هل أسعار أضاحي عيد الأضحى المبارك مرتفعة أم أنها بمتناول الجميع؟ دعونا نقرأ بعض التعليقات قبل أن نذهب إلى استطلاع رأي آخر، واللي حاب أن يشاركني رقمنا على الواتساب ظاهر أسفل الشاشة. لدي أكرم المسماري يقول: نعم مرتفعة جدا أسعار الأضاحي، من 1000 دينار إلى 1800 دينار للخروف الواحد. سالم الطاهر يقول: أنا من الجنوب الغربي من وادي عتبة، الحقيقة سعر الأضحية هنا يساوي سعر السيارات، ويفترض على الحكومات توفير الأضاحي لدعم البسطاء عن طريق مكاتب الزكاة والشؤون الاجتماعية ولتخفيف العبء على المواطنين، والله المستعان. فاطمة تقول: مرتفعة هلبة بحكم المرتبات شوية والمصارف فاضية، وتقول ليش غالية؟ يقولوا لك والله العلفة غالية، والله أعلم. هذا موضوع آخر، موضوع العلفة. السلام عليكم. طبعا عبدو يقول: الأسعار فيما يخص أضاحي العيد مرتفعة جدا، ومع المرتبات مهناش، لكن في ناس وطنية مدايرة جمعيات بالمجهود الذاتي وتتبرع للناس المحتاجة. إبراهيم العلواني يقول: بالنسبة للبيضة أغلب المصارف 500 دينار، وأضاحي والأضاحي ب 1500 دينار، ويجي تاجر يقول لك اللهم لا تحرم أحد من فرحة العيد، شيء عجيب وغريب. الصديق بن مفتاح ميلود يقول: السلام عليكم. الأسعار ليست في متناول الجميع، واستغلال التجار
لمثل هذه الظروف شيء مؤسف للأسف مع تقليص المرتبات. على الراحلين سلاما يقول ربي يجبر بخاطر الناس، اللهم أمين. مختار المسعودي يقول أسعار مرتفعة جدا وتطلب منهم أنهم يساعدوا الناس على الأضاحي، وربي يفرج على البلاد وكل سنة وانتم بألف خير. دعوني أذهب سرتي الكرام وإياكم إلى مدينة ليبية أخرى ونشاهد مع بعض هذا الاستطلاع ونرجع لكم من جديد. الوطن الأهلي يعني ربي يكون في عونه، والله الأسعار يعني تو يعني حوالي ما طقناش حتى عمر عام ما طقش، تب 1100 1200 يعني حرام عليهم يعني يقدروا، حتى أن الشعب ما فيش رواتب بكر، في اللي ما عندش راتب من لها 11 شهر. والله بصراحة غالية شوية يعني ب 1200 1500 هذا يعني غلاء يعني، في ناس ما عندهاش وفي ناس إن شاء الله خير يعني. ما زال فيه ارتفاع، احنا فيني ما زال ما خلصش لعن تو، حتى لما يخلص يخلص 1000 جنيه والله ما زال ما يقدرش يغطي العيد، وخاصة اللي يبقى عنده عيال وعائلة كبيرة ما اعتقدش انه يقدر يغطي. أسعار غالية نار بكل، والسيولة ما فيش سيولة 450 وفي اللي خدها 1000، لكن والله ما يصير شيء، الدنيا غالية والأسعار غالية غالية وما يديرش الشاي. والله يا سيد الأضحى صعبة بكر السنة بكر بكر، وعدونا الحكومة بيجيبوا ويجيبوا كلام طلع كله كلام كذب. السعر غالي، لأن يعني السعر غالي. السعر وين؟ 1200 لعند 1800. السيولة ما فيش. طبعا الأسعار غالية نظرا لمشتراها ونظرا لغلاء سعر العلفة ونظرا لشح السيولة على المواطنين وتأخير في تنزيل مرتبات الناس، فعندهم حق الناس طبعا يشكوا ويقولوا الشيء هذا غالي، لأن الظروف أصبحت ماهيش طبيعية، الناس تعيش في ظروف صعبة من ناحية الأسعار ومن ناحية تذبذب سعر الدولار، وطبعا حتى الموالة والناس اللي تبيع معالي مش ملام. ليش؟ لأن طبعا المشترى السعي غالي. السعي غالي، كل استطلاع لو لاحظتوا سادتي الكرام من شاهدوه لازم آخر كلمة السعي غالي، الناس ما تقدرش تشتري، يعني الناس متفقة مع بعضها على رأي واحد بأن الليبي اليوم بات لا يستطيع شراء أضحية، فلماذا يا مسؤولين الأفاضل الأكارم؟ دعوني أذهب إلى أم محمد معي من أي مدينة؟ السلام عليكم. من طبرق. يا مرحبا بكم محمد، كل عام وانت بخير. كل سنة وانت طيبة وينعاد عليك يا رب. والله حسبي الله ونعم الوكيل في المسؤولين، يعني حرام الشعب الليبي يلاقيها منين ولا منين. نعم. ما في سيولة، تأخر في الرواتب، صراحة وضع مدري الليبيين، الشعب الليبي يحتاج، حسبي الله ونعم الوكيل، هذا ما عندي نقول. وليش وصلونا للحال هذا يا أم محمد؟ ليش وصلنا لهالحال؟ صراحة للأسف يعني الليبيين في بنشاء يعني مش دارسين فقيرة للدرجة هذه الليبية، دارسين هناك الليبي ما يجاش العيد وعي البيت ونحرم الناس من فرحة العيد، حرام والله، حسبي الله ونعم الوكيل، هذا ما عندي ننظر، مش مسؤولين وين يعني يدرس الشعب يحسش بيهم. طيب هل أنت مقتدرة هذا العام أم محمد؟ يعني وضع الموضوع لا حتى ما ظن عندي لك، يعني شو بدي انا 450 جنيه، لكن انك بتتكلف كبير علي انا اخر. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، اعظم قول يا ام محمد، ثقي وتاكدي بان الله عز وجل لا ينسى احد من عباده الصالحين، وان شاء الله ربي يجبر بخواطر الناس هذا العام وكل عام يا رب. شكرا لك ام محمد. شكرا لك ام محمد من طبرق. سادتي الكرام أعود بكم من جديد إلى التعليقات وأذهب إلى هادي الورفلي الذي قال يا رب إن شاء الله خير. أبو يوسف الشكري يقول مرتفعة جدا والمرتب لا يكفي. خديجة فرج رجعت علينا بسؤال وقالت شو رأيكم أنتو، ونحن نرد عليك يا خديجة ونقول لك الرأي رأيك ورأي كل مشاهد، هذا اسم البرنامج، نحن ما عندناش رأي، الرأي يبقى للمشاهد الكريم من خلال الإجابة على طرحنا للقضية أو لسؤالنا الذي نبحث فيه عن إجابة. لا للمستحيل تقول نار مرتفعة الأسعار. تعليق آخر من أميرة تقول من 1200 وانت طالع.
للأسف حتى الراتب، حتى راتب شهرين ما يكفيش. فرج الحتيربي يقول مرتفعة جدا الأسعار وليست في متناول الجميع. أذهب إلى بنغازي بعد هذه التعليقات وأستقبل من هناك هيثم. هيثم السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبين خيي، وتحية لك وتحية لأسرة البرنامج الرائع. مرحبا بك يا هيثم، كل عام وانت بخير يا رب. كل عام وانت طيب إن شاء الله. وبصدق وأمانة برنامج رائع، برنامج قمة بال... شكرا لك يا هيثم، شهادة أكيد نعتز بها وبارك الله فيك. هيثم، سؤالنا اليوم نسأل عن المواطن الليبي، هل هو مقتدر وفي استطاعته شراء أضحية هذا العام؟ سيدي فاضل، أنا كنت أول عند الآن قبل ما ندخل معك في المكالمة كنت في السوق عام 2. نعم، يعني أسعار خيالية، 1000 1300 2000 يعني المواطن العادي ما يقدرش يوفر الحاجه هذه. في اللي موفرين له مرتبات وفي اللي ما عندهش مرتب. نعم. والله التجار هذول المفروض يساعدوا، المفروض يقدموا. احكي لي شويه على السوق يا هيثم، بما انك كنت غادي، هل في زحمه في السوق؟ في ناس، في اقبال على الشراء؟ ما فيش، اغلب الزبائن اللي يجوا يشتروا يا لاي هذا غالبيتهم شيك مصدق. وطبعا ما زالت عندنا مشكلة الشيك المصدق، أن فيها ضريبة عليه، يعني ممكن 100 دينار تصل أعتقد على 1000 دينار. أكيد، لأن الشيك المصدق هذا فيه سعر، مثلا 1000 يعطيك 1300 1000. استغلال للأزمة. باي، في رأيك يا هيثم، يعني شو رأيك في هالارتفاع؟ أنا أغلب التعليقات قالوا لي وزي ما حضرتك قلت من 1000 لعند 1850، حجة التجار بأن العلفة غالية، هل هذه الحجة مقنعة؟ مش مقنعة، هو في علفة ومتوفرة العلفة وكذا، لكن أغلب الساعي اللي شفته قدامي أنا واكل مكملات يا أي أخي العزيز. كان الله في العون. وجه كلمة هيثم في الختام للسادة المسؤولين، شو حاب تقول لهم؟ للسادة المسؤولين والتجار الكبار، حتى نقول لهم منكم، أنتم مفروض تساعدوا الإنسان الليبي، المواطن الليبي، على الأقل اللي حتى اللي ما يقدرش يعيد يعيد. يعني ما كناش شكي نحن في 8 سنين فاتت، ما كناش شكي. فعلا ما كناش هكي، وانفرضت علينا هالظروف للأسف الشديد. هيثم، سعيد بمشاركتك معي من بنغازي، شكرا جزيلا لك يا هيثم. سارتي الكرام، رقم هاتفنا على الواتساب ظاهر الآن أسفل الشاشة، وصفحتنا على الفيسبوك باسم الراي رايك. سوف لا نكتفي في هذه الحلقة بهذا الموضوع والذي سنتناوله، يعني عيد الأضحى، من زاويتين. الزاوية الأولى نسأل فيها عن استطاعة المواطن الليبي في شراء الأضحية، والزاوية الثانية ماذا اتخذت لجنة مكافحة كورونا ووزارة الصحة والجهات الأمنية، هل قامت بأي خطة تنظيمية للأسواق أو أسواق المواشي في المدن، يعني بحكم أزمة كورونا وفرض ساعات الحظر، هل هناك اكتظاظ، هل هناك تباعد، هل يتم تطبيق الإجراءات الصحية وإجراءات الحظر الاحترازية والوقائية في الأسواق، أسواق المواشي؟ يعني تعرفوا الناس لما جي تشري تمسك بلهجتنا الليبية، تمسك هالحولي ما يعجبهاش وتجس اللي بعدها وإلى آخره. هل وضعت شروط واشتراطات على التجار في الأسواق أم لا؟ ولكن ستكون معنا في الحلقة القادمة بعون الله يوم السبت القادم. دعوني أذهب إلى استطلاع رأي آخر من مدينة ليبية أخرى ونشوف مع بعضنا الليبيين شن قالوا عن استطاعتهم في شراء الأضحية. نقول لك هي ككل عام، يعني في العام تطلع نفس القصة، فيها تبدأ بأسعار
باهظه الثمن اللي ما حد يقدر يتوقع حتى انه بيضحي، ولكن بعدين تولي تنزل الاسعار. يعني كانت في البدايه يتكلموا الناس ب 2000 دينار فما فوق، وتو نزلت للمتناول ال 1500 ولا 1300 ولا 1200، ومتوقعين دعم الاسباني ومتوقعين المستوردات. لكن الواضح ان ما فيش، ممكن حتى وصل للمناطق الساحليه، لكن الجنوب ما زال ما وصل فيه يعني شيء بحيث يصير خفض في الاسعار اللي يصير في متناول الجميع. ما في اصلا. ليش؟ شنو السبب؟ ما زال شويه، لان انت عارف بسبب جائحه كورونا في قيود على المصارف في الفتح، في بعض التجار اقدموا على بعض الحلول اللي هي مثلا عبر بطاقات المصرفيه او عبر الصك المصدق. هنالك في تعاون بين المواطن والتاجر، لان التاجر عارف الواقع ان ما فيش فلوس في البلاد. عرفت؟ ما فيش فلوس في البلاد، وين الفلوس يا ساده يا مسؤولين يا أفاضل؟ لدينا تعليقات جديدة. محمد خليل يقول: اللهم الفرج القريب، ألا تقول الجبل ما جاتاش سيولة من شهر 4 وعطيه للناس 450 دينار، فلوسنا ماشيين للسوريين. نعم، السيولة ليست متوفرة، يقول أكرم المسماري. الوثيقة تقول: لا الحمد لله، مصرف الوحدة 1000 دينار، اللهم زيد وبارك. بالنسبة للمصرف الوحدة تمام الحمد لله، الواحد يقدر يضحي عفوا على قد فلوسه ويقدر يشري عيد، وربي يفرج على البلاد والعباد. إبراهيم العلواني يقول: طبعا لا، لا يستطيع المواطن، ليس المواطن عضو في مجلس أو النواب، وليس المواطن عضو في المجلس الرئاسي، ولا هم في أحد أركان الجيوش، وليسوا من الوزراء أو السفراء، الليبيين غرباء على أرضهم، وليس لهم شيء غير التضحية بدم أبنائهم. فرج يقول: لا، لا يستطيع. خديجة ما زالت مصرة أن هي تسألنا، تقول: أكيد أنت عايش الواقع لأنك ليبي، يعني تقدر تجاوب على السؤال؟ البرنامج المفروض يضع حلول واقتراحات لما يمر به المواطن، مش أسئلة جوابها واضح وضوح الشمس. طيب، بما أن الأسئلة واضحة وضوح الشمس، مهمتنا نجمع هذه الإجابات الواضحة، لعل وعسى يكون هناك أحد المسؤولين الذي يتقي الله في شعبه وفي من انتخبه، وأن يقدم الخدمة المطلوبة منه والتي تقع على عاتقه للمواطنين. من هنا، من هذا البرنامج، دائما ما نوجه، نقف في صف المواطن ونوجه في العتب واللوم على الحكومات وعلى عملها، ودائما ما ننتقد أعمالها، ودائما ما نشكر تلك الأعمال التي يقومون بها وتستحق الشكر والثناء، ودائما ما ننتقد الأعمال والأفعال الخاطئة والقرارات الغير الصحيحة التي تصدر عنهم. ولكن ليس نحن من ننتقد، أنتم من تنتقدون وأنتم من تشكرون، نحن هنا ننقل صوت المواطن. الحمد لله المواطن غالب في توفير قوت يومه، ولكن الحمد لله. هذه الورفلي يقول: الله المستعان. عبد الحميد الورفلي يقول: من أين كيف بيقدر وهو ليه 3 شهور لم يملك درهم واحد من المصرف؟ حالي بكي، مريض علي، ميت متكي. محمد جبريل يقول: المواطن لا يملك شيء، السيولة تأتي متأخرة وقد نال الدين والآجل منه. لا لا، اليوم مصرف الجمهورية بعد 23 يوم وبعد تأخر الرواتب أعطوا سيولة 800 دينار حق إيجارات متأخرة وديون على المحال الغذائية، وما نحكوش على العيد، فكنا منه. ربي يطول في عمر حكومتنا بمزيد من الأمراض والشلل والبلاء. لا نتمنى ذلك، بل نتمنى أن يهديهم الله وأن يقدموا
الحكومات ما عليهم من مسؤولية وخدمة للمواطنين. معي مواطن من درنة. السلام عليكم يا مواطن. سلام ورحمة الله. شو الأخبار يا أخي؟ يا مرحبا بك، كيف حالك؟ كل عام وأنت طيب. يا مرحبا بك. هل أنت قادر على شراء أضحية هذا العام؟ أسمعني من الهاتف. بالنسبة اللي قلنا العيد 1500 و 1000 من عارف كم، ما كلهم كنا كذب. العيد كان هني في مدينة دارنا الضاحية 1000 1300. نعم، الأسعار ب 1000 و 1300 في درنة. أمس باع، أمس نريد باع حوالي ب 900 دينار من الدرجة على مدينة دارنا. أول أداء عليه في مدينة دارنا. يعني أنت تاجر؟ لا مش تاجر، أنا راجل عندي غلام موال. نعم، ما شاء الله، إن شاء الله ربي يزيدك ويبارك في 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 رزقك إن شاء الله. طيب الاسعار عندك من كم تبدا؟ من كم تبدا الاسعار عندك؟ الاسعار تبدا من الحين اللي عمره اللي عيد 8 شهور. اهم حاجه يبدا الحين بالسن اللي موسع عليه الرسول عليه الصلاه والسلام. صح، 8 شهور يعيد ما شاء الله لا قوه الا بالله. وكم سعره ابو 8 شهور هذا؟ 8 شهور عمره 800 دينار 850. 800 دينار 850 باهي. واغلى سعر عندك كم؟ اغلى سعر عندي 1200. وليش ال 1200؟ نبو نعرف الاجابه الصحيحه. ليش 1200؟ عمره 12 شهر. وليش سعره 1200؟ ليش سعره 1200؟ لان كبير في العمر ووقت الواجب، فهمت؟ لان الاعتمادات ما فيش، طبعا ما فيش قابل للدوله، عارف ان التجار الاعتمادات موجود. نقدر نسألك سؤال وجاوبني عليه بكل صراحة؟ بكل صراحة. أنا والله أتمنى لك من وسط قلبي إن شاء الله ربي يبارك في رزقك ويكون يا ربي الفاتحة الخير اللي عليك واللي توسع، وإن شاء الله تقعد من التجار الكبار إن شاء الله. لكن نبي نسأل سؤال ونتمنى بإجابتك تكون بصراحة. الحولي اللي بألف وألف ومئتين عندك وعمره 12 شهر، كم مكسبك فيه بينك وبين الله عز وجل؟ يعني نبي نعرف مكسبك. سؤال غريب شوية لكن نبي إجابة بصراحة. الحول اللي ب 1200 عندك كم مكسبك فيه؟ يعني أنت تعبت عليه وكلفك علفة وكبر عندك. أقسم بالله أقول لك حاجة، أسألك سؤال، أقسم بالله 1200 راني واخذ عليه علفة دين، ما عنديش تجنيش العلفة، ناخذ علفة دين على أجل مش رزير. باهي، كم مكسبك فيه ال 1200؟ صادق اللي تقول فيه والله مصدقه، لكن انا نبي نعرف كم مكسبك في الحولي ب 1200، كم مكسبك فيه؟ اقسم بالله اقول لك حاجه، مكسبي فيه عارف ايش؟ مكسبي فيه والله ان تبدا امه قاعده نبر عيني فيها، بس هذا المكسب بس من بيت امه. ما تبغيش انا ما بس انا والله نمسك عينيا انت الربيه كلك اللي عمل شيء. هذا المكسب راه اللي نشوفه، لا من دير عمرات، لا من دير زمن، لا من دير عيد على الساحل. تمام، عندنا انت مش حاضر بس تكون معك واضح. تمام باهي يا سيدي، خلينا نمشوا خلينا نمشوا لسؤال واحد اخر. هل انت شايف ان في تجار في تجار للسعي يستغلوا في الازمه وفي ظروف المواطن؟ هل الشيء هذا موجود؟ والله انا نقول لك هذا، ما في جيراني المنطقه اللي كانت فيها، ما في حلق تجار ساعي. المنطقه ما انا مش كاذب، لكن المنطقه اللي فيها ناس تجار ساعي وناس الدنيا انهم يحطوا في الحولي 10 جنيه يبيع، يحطوا في الحولي مكتب 10 جنيه يبدا عنده 100 حولي، يحطوا في الحولي 10 جنيه والله يبيع. ما فيش غير نقول لك 1500 هذا اليوم مش عارف في ليبيا، مش عارف في ليبيا بيشكي. مغرب الله اعلم، لكن انا كلها في دارنا وضواحي. نعم، شكرا ليك وانا جدا سعيد بصدق بمشاركتك معي وحديثي معك اللي واضح كان للساده المشاهدين. بارك الله فيك من درنا.
للي حاب أن يشاركني سادتي الكرام رقم هاتفنا على الهواء مباشرة الآن أسفل الشاشة على الواتساب موجود، تقدروا تتواصلوا معي. دعوني أذهب بكم إلى استطلاع رأي آخر وأعود إليكم من جديد. يعني نشرفيها فوق الطاقة متاعنا نقول بالدين، يعني ممكن في اللي من العيد اللي فات مازال ما سلكها. عند الآن في بعض من الناس حكوا لي قالوا والله العيد اللي فات مازلنا ما سلكنا، والسيولة ما فيش. يعطوك ممكن كان عندك حراك الرصيد ممكن تاخذ 1000 جنيه، 1000 جنيه بتحطها للعيال في دباش ولا بتحطها في عيد ولا بتحطها في خضرة. والله الوضع هذا صراحة وضع سيء للمواطن. المواطن تاعي في اللي ياخذ 400 جنيه أو 500 جنيه، والخروف في اللي يساوي 1000 و1500. المواطن هل يستطيع هل يتدين ياخذ خروف ولا ياخذ ملابس ومواد غذائيه للاطفال؟ هذا صراحه ما يكفيش المواطن الليبي. المواطن الليبي المفروض له مرتب عالي جدا. بالنسبه للاضحيه والعيد في وقتنا هذا يا ودي ما 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 ما, 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 ما تمكنش يعني من شراء عيد، لان العيد بيكون بألف، وانت عند رب اسره عندك اقل حاجه 9-10 عيال، والعيل اقل حاجه 800-700 ولا 2-700 جنيه هذين دبش ياخذون، والعيد عندنا ب 1500. عرفت؟ ما تقدرش تتمكن توفق بين شراء عيد وتوفق بين شراء مثلا ملابس لولدك ولا حاجه زي هيك. التجار بدل ما يرحم المواطن ويقدروا ظروف المواطن، بالعكس زي اللي يقول لك يصيدوا في الميه العكره، بعد يجي العيد مناسبه يشافش في الاسعار ويغلوا الدنيا كلها. والله حاليا تو المصارف يعني السقف يقولوا هكا على حسب ما نسمع، واحد يقول يعطوا 1000 واحد 500، ونسبة اللي كي يعطوا 500 جنيه ما تجيبش يعني ضحية 500 جنيه، عرفت ولا لا؟ والتجار يقولوا لك احنا الدولة ما دعمتناش والعلفة غالية وكذا ومش عارف شنو، والعيد نحن صارفين عليه. المرتبات عمرها المرتبات شوف تأخر وعلينا التزامات حتى من المحلات ولانيه، حتى السيوله اللي جات بخلصوا بها المحلات اللي جن. شوف انت ما بالنسبه لنا احنا ما نقدرش نعيده بصراحه، الا كان شن يجي ساعي من برا 500-600 مره الواحد يقدر عليك، لكن هذا بلالف يعلم الله عمر الواحد على غالب ما عنده ما يدير. يوم الكبيره ناخذ عيد ضروري نعيدنا، لكن دوا في الناس اللي عندهم مرتبات هذا كيف يصير فيه؟ مرتب بينزل له 700 جنيه بياخذ دبش ولا بياخذ عيد ولا بياخذ مشروب ولا بيخلص ايجار. ما عندي باش ناخذ، اقول لكم كان ناخذ ما عندي باش نصرف، والتدين ما يدينوش، تمشي للمحلات ما يديننش المحلات. نعلم الله ما نقدر عليه. كان العويل عيد وجابوا عيد وباهي، عيد امامه كان ما ظن قال ماني معيد، اقول لك بصراحه. والله في ظل الاسعار هذا ما توقعش نعيدوا. ليش؟ لان حولي من عندك 800 والف طالع، من عنده تو في الوقت هذا فلوس بيجيب يعني حولي بيجيب دباش الحولي معاه دباش العيد، فهمت علي؟ في ظل هالاسعار نلقاني ماني معيد، هكي قال الحاج، لكن الله غالب عليه امره. لدينا تعليقات سادتي الكرام. سالم الطاهر يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، مصرف الجمهورية وادي عتبة، فرع وادي عتبة، حتى الآن لا توجد سيولة والمواطن في حيرة من أمره. الصديق بن مفتاح يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، عام ولم نرى سيولة نقدية بمصرف الجمهورية. أباري حمودي الحسومي يقول: في مهجرين أكثر من شعر راسك، ربي يفرج علينا. ما فيش، ربي يفرج وخلاص. حتى لو توفرت السيولة مش حتكون كافية لمستلزمات العيد، زي المواطن اللي قال أنا راتبي 1000 وعندي 9-10 و700-800 أنا بنجيب لهم بيهم دبش، فشن قعد من راتب 300 دينار، الخروف أو الحولي ب 1000 دينار ب 800 دينار دفعت 300 وعليه دين 500 حيمشي يسلفهم في مستلزمات أخرى في العيد، ويا سيدي قدر يشري هالعيد ويضحي. باي بعد العيد كيف بيدير؟ مش جيبه بيقعد خالي؟ كيف بيتصرف؟ يعني الحال اللي وصل له المواطن لا يحسب عليه. عبادي يقول: لا، حتى لو توفرت مش حتكون كافيه. السيد المسعودي المساعيد يقول: ربي يفرج على الوضع اللي صاير. زكريا جبريل يقول: المواطن الليبي ما يقدرش للاسف. الغزير يقول: لا يستطيع. روبينا تقول: لا.
زي ما تابعنا هذه التعليقات سادتي الكرام، واستمعنا لعديد الاتصالات من مختلف المدن، وأيضا استطلاعات الرأي من مختلف المدن اللي بقى يكاد الجميع يعني يتفق على أن المواطن لا يستطيع هذا العام شراء أضحية في هالأيام اللي هي متبقية 9 أيام أو 10 أيام على عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يا رب حكوماتنا تقدر أن هي تدعم المواطن، يقدروا يوفرون له السيولة في المصارف، يقدروا يرفعون له سقف السحب، يقدروا يعطوا المواطن على الحمر عشان يقدر يضحي ويفرح صغاره ويفرح بهذه المناسبة الدينية. سأختم معكم هذه الحلقة سادتي الكرام باستطلاع رأي آخر من مدينة ليبيغا أخرى، والذي سيكون معلن لختام حلقتي معكم هذا اليوم، حتى أن ألتقيكم يوم السبت القادم في حلقة أخرى بذات الموضوع، ولكن من زاوية أخرى نتحدث فيه عن أسواق المواشي، وسنتطرق إلى أسعارها، ولكن سنركز معا عن التباعد وعن الاكتظاظ في هذه الأسواق والأليات والاشتراطات التي وضعتها وزارات الصحة والجهات الأمنية بالخصوص. شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة والمشاهدة، نأمل دائما أن نكون قد وفقنا في إيصال معاناتكم للسادة المسؤولين الأفاضل، وأشكر زملائي في التنفيذ وفي الإعداد، وحتى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، وحتى ذلك الحين أستودعكم بالذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء. يعني وما زال يعني العيد يعني ما زال حوالي 10 أيام أخرى، ممكن الأسعار ينزلنا ويتغير يعني وضع السوق. والله نقول لك إن شاء الله يعني ما تخلص الرحمة من الأرض، في ناس فعل الخير وناس تساعد، وفعلنا الله تعالى الشعب الليبي كله يعيد والأمة العربية. السبب إنه غلي الأعلاف وغلي الديوان تاع السعي والمصاريف اللي سيرت عليه، أكيد هذا كله على المواطن. والله يا راجل معلن حق فيها، نشد بالله ما يقدر المواطن بعد رمضان مساش خلاص، بعد عيد رمضان مساش خلاص، وهذا تو جاي عيد الفطر، حتى لو عطوه ايش اللي بيننا وبينها شهرين الدكان واخذ نصهن واكل دين المواطن، وما زال يريد بيقعد شهر اخر ولا شهرين وما خلاص يعني علاش بيبد مسكين، وهلا صارت حق فيه انت. ولكن راهو في نفس الوقت حتى الموال الله غالب عليه، شهادة لله ان عالف غالي واخذ علفه غاليه عليه التزامات نفس الفلة، المشكله مربوطه